الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم. في عصر انتشار الأمراض النفسية، في زمن تراكم الأمراض الروحية التي هي أخطر من الأمراض النفسية، هناك حالة صحية واحدة في مقابل ثلاث حالات مرضية، الحالات المرضية الثلاث اليأس، الانخداع، الهم، والحالة الصحية الواحدة في مقابل هذه الحالات المرضية الثلاث هي الحالة الجامعة بين ثلاث، مقابل هذه الثلاث الحالة الجامعة بين الأمل مقابل اليأس، والانتباه مقابل الانخداع، والفرح مقابل الهم. الحالة الجامعة بين هذه الثلاث هي الحالة الصحية، لا كل واحدة منها بمفردها. أولا، ثانيا، ثالثا. أولا الأمل. نحن البشر نزعم أن الأمل يكون فيما كانت الظروف رائعة حسنة حسب معادلاتنا، عند ذلك يكون عندنا أمل، وعندما لا تكون الظروف مآتية يحصل عندنا اليأس، وهذا خطأ. لماذا؟
لأن الأمل لا يرتبط بمعادلاتنا نحن إلا بنسبة ضئيلة. نحن معادلاتنا لا تنطبق مع المعادلات الحقيقية التكوينية إلا في أقل من 1 بالألف. والدليل على ذلك، هذا ما يعرفه كل إنسان، الدليل على ذلك أنه يحدث كثيرا لكل إنسان في كثير من الأحيان حالة من الأمل الشديد بزاوية، ثم ينكشف له أن تلك الزاوية مصدر مشكلته. كم مرة حدث لنا هذه الحالة؟ لكل إنسان. وعكس ذلك كثير أيضا، كم مرة حدث لكل واحد منا أننا كنا نهرب، نخاف، نتقي من زاوية، ثم بعد فترة عرفنا أن تلك الزاوية مصدر علاج مشكلتنا. كم مرة حدث لنا هذا الشيء؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كل إنسان يدرك هذه المعادلة، القضية لا تحتاج إلى الدين. هذا معناه أن معادلاتنا التي نحسب لها حسابا كبيرا، هذه المعادلات ليست بالضرورة هي المعادلات الواقعية الموجودة، خيال، وهم، زعم. مع هذا الوضع الإنسان يأمل بشيء، بماذا؟ بفراغ، أو يحبط في شيء، بماذا؟ من فراغ. الأمل بالظهور الشريف لمولانا بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي أرواح العالمين له الفداء، هذا الأمل لا أقول اليوم، منذ مئات السنوات بدأ يضعف. لماذا هذا الضعف؟ للفترة الطويلة 1185 سنة من الغيبة. الإمام أرواح العالمين له الفداء غاب منذ ولادته الشريف. الفترة الطويلة حسب معادلاتنا نحن البشر الجاهل يسبب اليأس. لماذا؟ لأن الأمل كان بشيء باطل، ذاك الباطل ما صار. كنا نقول الإمام أرواحنا فداه يظهر في القضية الفلانية حسب معادلاتنا كان ينبغي أن يظهر، لا، حسب المعادلات الواقعية ما كان ينبغي له أن يظهر. مرة ومرتين وثلاث مرات، 10 مرات، 100 مرة، 1000 مرة، إحباط. لماذا؟ لأن البناء كان خاطئا، البناء كان على ماء، ما كان على أرض صلبة تتمكن أن تبني بناء راسخا قويا، بناء على الماء فورا ينهدم، بناء على وهم. حالة اليأس بسبب أننا بنينا أملنا على شيء باطل، لا أمل على معادلاتنا. الأمل في أمر الظهور الشريف على شيء آخر. على ماذا؟ لطف الله، فضل الله، لطف الإمام أرواح العالمين له الفداء. لماذا قلت لطف الإمام؟ أمر الظهور بيد الله عز وجل.
لعلي في وقت آخر أقرأ لكم حديثا شريفا يبين أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك باختيارهم صلوات الله عليهم. إذا كان الأمل بذاك الشيء الصحيح لو طالت المدة 10,000 سنة، وإن شاء الله لا تطول، نبقى على نفس الدرجة العالية من الأمل. الأمل على شيء صحيح، الذي يأمل بفضل الله بكرم الله وجوده، هذا الشخص لو طالت 10,000 سنة، لو طالت 20,000 سنة، ذرة من أمله لا يقل، ذرة لا تقل. يصلح الله سبحانه وتعالى أمره في ليلة. في ليلة يعني ماذا؟ مرة توقفت عند هذا الحديث الشريف، ليس معناه أن الله عز وجل مرة واحدة يتخذ القرار بظهور الإمام أرواح العالمين له الفداء، لا، هذا الشيء بالنسبة لله عز وجل غير ممكن. هذا معناه أن الله، والعياذ بالله، والعياذ بالله، أنه ما كان يعلم متى يقرر، هذا بالنسبة لله عز وجل غير ممكن. إذن يصلح الله عز وجل أمره في ليلة يعني ماذا؟ يعني حسب معادلاتنا في ليلة، حسب معادلات البشر في ليلة. مرة واحدة الناس يرون أن المقدمات مرة واحدة تهيأت، أو بدون مقدمات صار، لأن مقدماتنا غير صحيحة، لأن الأمل ليس بما نفهم ونعرف، الأمل مكان ثاني. ثانيا، أولا الأمل، ثانيا الانتباه. البشر سبحان الله، كم الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كلها منضبطة إلى حد ما، الحيوانات، الجمادات، النباتات، الأشياء كلها، المخلوقات كلها عموما، إلا مخلوقان، بشر، جن. الدين الذي هو الشيء من أثمن الأشياء أصبح لعبة، أصبح محل استغلال من متى؟ من سنة؟ من سنتين؟ لا، منذ بدايات وجود البشر على هذه الأرض استغل الدين استغلالا سيئا. كان هناك قادة أهل الدين بالفعل، الأنبياء، الأوصياء، وفي المقابل كان هناك أناس يستغلون الدين لمآربهم المادية، المالية، المقامات، أمثال ذلك. وفي الإسلام أيضا استغل الدين، مباشرة بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله استغل الدين، لا في زمن حياة النبي صلى الله عليه وآله، الظاهرية، المنافقون، غير المنافقين، استغلال واستغلال للدين. في دائرة التشيع استغلال واستغلال للدين طويل وعريض، من حكومات قامت وهي قائمة باسم التشيع تستغل الدين، من أحزاب تستغل الدين، من فئات، من أشخاص، استغلال. لا يكفيهم اللعب بالأشياء الأخرى، يأتون يلعبون بالدين أيضا، العياذ بالله. والمشكلة أين؟ الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق، أي راية رفعت أشاء مجموعة من الناس وراء تلك الراية. القضية المهدوية العظيمة الشريفة النزيهة
الطاهرة كسائر القضايا الدينية استغلت. كم من الناس ادعى ارتباطا بهذه القضية المقدسة ادعاء كاذبا، حكومات، أحزاب، مجاميع، فئات، أشخاص، وإلى يومنا هذا. بين فترة وأخرى يسمع الإنسان راية رفعت، راية كبيرة أو راية صغيرة، ووراء هذه الراية مجموعة. بأشكال مختلفة، بتسميات مختلفة. أنا أقول كلمة، هذه الكلمة وردت في الأحاديث الشريفة، هذا المعنى ورد في الروايات الشريفة العديدة. إحداها في الكافي الشريف عن المفضل رضوان الله عليه قال: سمعت الإمام أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والتنويه، أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم، ولا تمحصن حتى يقال مات، قتل، هلك، بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين. ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، ليس واحدا واحدا، مجاميع مجاميع تكفأ، سفينة تنقلب، مجاميع مجاميع يذهبون يمنة ويسرى، فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، نسأل الله أن نكون منهم. ولا ترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة، هذه الرايات الكبرى طبعا، لا يدرى أي من أي. قال المفضل: فبكيت وقلت: فكيف نصنع؟ فنظر عليه الصلاة والسلام إلى الشمس داخله في الصفة، فقال: يا أبا عبد الله، المفضل كنيته أبو عبد الله، فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: يا أبا عبد الله، ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. أخي القضية واضحة، القضية لا تحتاج أن تذهب وتبحث عنها، تكون أبين من الشمس. نخدع بماذا؟ تأويلات من هنا وهناك، ظنون. لا، القضية أبين من هذه الشمس التي تراها أنت، مع ذلك نخدع. حقا عجيب. لماذا عجيب؟ الآخرون يخدعون، طبيعي، من قبل خدعوا، أنت تابع أمير المؤمنين، أنزه الخلق، أنت تابع الإمام سيد الشهداء، تابع الإمام الصادق،
أنت تخدع؟ هذا غريب. أنت الذي مشيت مشية صحيحة خلف أناس لا يمكن أن يخدش فيهم أحد. الإمام الصادق يخدش فيه؟ يتمكن أحد أن يخدش فيه عظمته؟ أنت مشيت أمام وراء هؤلاء وتخدع بفلان؟ جدا عجيب، سبحان الله. والقضية بهذه الدرجة من الوضوح، الإمام أرواح العالمين فداه يظهر في غموض أبد، واضح وضوح الشمس. تبحث عن ماذا أنت؟ تذهب خلف فلان وفلان، هذا الذي يدعي أنه هو المهدي، ذاك الذي يدعي أنه ابن الإمام المهدي، ذاك الذي يدعي أنه وكيل الإمام، ذاك الذي يدعي أنه اليماني، ذاك الذي يدعي. أنت تمشي، عجيب جدا، لا يتوقع منا أن نكون هكذا. في حديث شريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسأل، يقال له فإذا كان ذلك، يعني إذا كان زمن الغيبة، فكيف نصنع؟ يقول عليه الصلاة والسلام تمسكوا بالأمر الأول حتى يستبين لكم. تمسكوا بالأمور التي عندكم، عندكم كلمات أهل البيت، نور كلمات أهل البيت، تمسكوا بها حتى يستبين لكم. في حديث شريف آخر قال عليه الصلاة والسلام تمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمر. تمسكوا بما في أيديكم، عندكم كلمات أهل البيت، عندكم سيرة أهل البيت أم لا؟ كم من الروايات الشريفة نحتاج؟ 1000 رواية، 2000 رواية، 3000، 4000، عشرات الآلاف من الأحاديث الشريفة اليوم بأيدينا. صحيح أن كثير منها أتلفت، ولكن الموجود بأيدينا عشرات الآلاف. تحتاج ماذا أنت حتى تذهب وراء فلان وفلان؟ في حديث شريف آخر عن نفس القضية يقول عليه الصلاة والسلام كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم، صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله. العبارة جدا جميلة، كونوا على ما أنتم عليه. أنت على أي طريق؟ كن على هذا الطريق حتى انتهاء الغاية، يعني إلى ذاك الوقت، لا إلى حتى. نعم، إذا ظهر الإمام أرواح العالمين له الفداء فبيده القطع القاطع اليقين الذي لا خدشة فيه بمقدار ذرة، نعم ذاك أحسن مما عندنا، لأن مما عندنا قد يكون شيء إي وشيء لا، ولكن خذ بما عندك الآن إلى أن يظهر الإمام. لا لا إلى حتى، إلى ما بعد إلى ليس داخلا فيه، لا حتى. في آية قرآنية الله سبحانه وتعالى يقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في أحاديث عديدة، حتى رأيت بعض تلك الأحاديث في مصادر العامة، الأحاديث الشريفة تفسر أو تؤول هذه الآية المباركة بظهور الإمام أرواح العالمين له الفداء. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ العبارة جدا بليغة، بعض الأشياء واضحة، واضحة لماذا؟ لأنها محسوسة، ألمسها، أسمع، أنظر، هذه أشياء بديهية. بعض الأشياء بديهية من أكثر من جهة. نطقك أنت عندما تنطق هذا من أبده البديهيات. لماذا؟ لأنك تدرك نطقك من ذاتك، من نفسك تدرك، وتدرك نطقك بسماعك لنطقك، يعني من جهتين واضحتين تدرك أنك تنطق عندما ينطق الإنسان. إذا كان على أذنيه شيء قوي لا يسمع أي صوت،
يدرك أنه ينطق لأنه من داخله يدرك، فكيف أنه ما كان شيء، ما كان مانع من سماعه، فيدرك ذلك بطريق آخر بديهي. الله سبحانه وتعالى يمثل هذا الأمر بنطقك، فورب السماء والأرض، قسما برب السماء والأرض إنه، قلت لكم الكلمة مفسرة بظهور الإمام أرواح العالمين له الفداء، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بهذا الوضوح. تحتاج شيء؟ تحتاج تمشي وراء هذا وذاك؟ هذه أمور واضحة؟ هؤلاء يقولون انتظر، كن على الطريق الذي أنت عليه، حسب التعبير الشريف كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم صلوات الله وسلامه عليه. لماذا الانخداع؟ ثانيا الانتباه، الأمل، الانتباه. ثالثا الفرح، الفرح، كن فرحا. فرح بماذا؟ بمليارات النعم التي عندي. كم من النعم عندي أنا؟ كل إنسان كم من النعم عنده؟ النعم التي لا تثمن بثمن على وجه الكرة الأرضية، كم منها عندنا؟ ثانيا الفرح بالنقم التي رفعها الله عز وجل عنا أو دفعها عنا رفعا ودفعا. كم من النقم التي دفعها الله عز وجل عنا أو رفعها عنا؟ النقم الكبرى، النقم الخطيرة. ثالثا الفرح بالنعمة الكبرى، نعمة ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أية نعمة نحن عندنا الآن؟ تجول في ذهنك، ابحث في ذهنك الآن، هل تجد أمة عندها إمام مثل الإمام الحسين؟ ابحثوا الآن، لن تجول في ذهنك، كل ما سمعت الأمم عندهم مثل الإمام الحسين؟ تجدون أمة من الأمم، فئة من الفئات في العالم كله عندها إمام مثل أمير المؤمنين؟ بالله عليكم يوجد؟ توجد أمة عندها راعي يرعاها مثل الإمام صاحب الأمر؟ أرواح العالمين له الفداء. الفرح بالنعمة الكبرى. في أيام ميلاده الشريف كم يلزم أن نكون فرحين؟ لا أقصد من الفرح فرح البطر والعياذ بالله، لا، ذاك شيء تافه، ذاك شيء سيء. أقصد من الفرح فرح النشاط. الإنسان عندما تأتيه نعمة كبيرة كان ينتظرها طويلا، كم يكون فرحا، كم يكون نشطا ذلك اليوم، يتمكن أن يعمل عمل 10 أشخاص، صحيح؟ لأنه عنده فرح كبير. يا أخي يوجد فرح أكبر من فرحنا؟ أين نشاطنا؟ أين ذلك الفرح الذي يوجد النشاط؟ هم بماذا؟ بالدنيا؟ وعندك هذه النعمة الكبيرة؟ أحد المستبصرين نقل أنه كان قد قال لبعض المؤمنين أنه أنا في يوم القيامة أقف أمامكم في الحساب، لا أطلب عقابكم ولكن أطلب محاسبتكم، لأنكم كنتم تمتلكون نورا عظيما وترون أننا في ظلام ولا تعملون شيئا. سنوات طويلة قضيناها في ظلام نحن، وأنتم كنتم تمتلكون النور بأيديكم النور، وما كنا معاندين، إنما النور ما رأيناه. هذا ذنب من؟ ذنبكم أنتم، ذنب المؤمن، ذنب الشيعي،
إجمالا كلامهم صحيح. فرح نشاط عندنا ضعيف، يبقى أناس سنوات طويلة عقود إلى أن يموتوا ولا أحد يريهم الدرب، وأنت تعرف الدرب، تراه يمشي في طريق الأشواك والسموم والأخطار وتتركه. أنا لا أقول كل المؤمنين هكذا، بعض المؤمنين الحق والإنصاف، وقد رأيت والحمد لله رب العالمين من رأيت منهم، بعض المؤمنين يعملون، يجاهدون، يثابرون، يتحملون المشاكل الصعاب، يحاربون الظلمة، يقفون بوجه الانحراف، يسعون سعيا كبيرا، سعي الرجل في مقابل عشرة، بالفعل يوجد، ولكن بعض المؤمنين مقصرون تقصيرا كبيرا. لماذا؟ لأن الفرح، فرح النشاط غير موجود عندهم أو ضعيف. الحالة المرضية ثلاثة حالات من الحالات المرضية: اليأس، الانخداع، الهم. في مقابل الحالات الثلاث حالة واحدة جامعة لثلاث حالات: الأمل. الأمل وحده لا يكفي، البعض عنده مشكلة اليأس مرض، البعض ما عنده مشكلة اليأس، عنده مشكلة الانخداع. لا، ليس ميؤوسا ولكن ينخدع، مشكلة نفس الخطر. البعض هذه المشكلة ما عنده، عنده هم، مشكلة. الحالة الصحية حالة واحدة مقابل ثلاث حالات، الجامع بين ثلاث حالات، بين الأمل والانتباه والفرح، فرح النشاط. الصحيح هو الجامع، أن تكون في قلبك حالة أمل كبير، هذا الأمل ينعكس على أعمالك، أن تكون منتبها في نفس الوقت، أن تكون فرحا فرح نشاط. في أيام ذكرى تلك النعمة الكبيرة، وأشرقت الأرض بنور ربها. بعد 15 عاما يكون قد مضى 12 قرنا كاملا على ذكرى الميلاد الأنور الأسعد الأزهر لسيدنا ومولانا ابن رسول الله وابن علي وفاطمة وابن الحسن والحسين وابن الأئمة الثمانية من ذرية الحسين بقية الله الأعظم حجة الله على الخلائق الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات ميلاده الشريف أن يعجل له الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة.
اللهم عجل له الفرج، سهل له المخرج، اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.